النهاردة ان شاء الله هنتكلم على بلوجن كويس جدا من بلوجنز الخاصة بالربط بين برنامج الماكس وبين برنامج الافتر، وهو بلوجن ماكس 2A. البلوجن ده من انتاج شركة اسمها بومر لابس، وان شاء الله هتلاقوه موجود مع التمرين. تعالوا الاول نعمل سين بسيطة قوي، عبارة عن بلان. تمام، مثلا او بلاش بلان، هنروح على البلوجن موجود في جيومتري. هناخد ماكس 2AE، هنعمل هيلبر لير. الهيلبر لير عبارة عن سوليد او لير او بلان بيتحط على السين بتاعتي وبطلعه للافتر، والافتر بيقرا كسوليد. الهيلبر لير زي البلان بالظبط بالشكل ده، هو كده مثلا، ادي هيلبر لير. طبعا هنا عندنا الويتس والهايت، تمام، والرندر ده اذا كانت رندرابل، تمام، بالشكل ده كده. الباقي ده هنتكلم عليه هو في نافذه منفصل اصلا. لو احنا رحنا بعد كده للستاندرد بريميتيفز، ورحنا لمثلا ناخد يعني سفير، وناخد مثلا التيبوت، يعني حاجة بالشكل ده كده، نعمل Alt W ونظبط الدنيا بتاعتنا بالشكل ده كده. تعالوا ناخد السفير دي نطلعها فوق، تمام كده، والتيبود ده يبقى كده. نرجع للبرسبكتيف مرة تانية، هنلاقيه بالشكل. طيب لو احنا مثلا جبنا من المسقط ليفت، ورحنا جبنا الكاميرا، تمام، ولتكن تارجت كام بالشكل دوت، واتكينا سي، تمام، وبعدنا بالكاميرا شوية ورفعنا الكاميرا شوية بالشكل ده كده، هنعمل اوتو كي وهنروح عند مثلا 25 فريم، ونلف بالكاميرا بالشكل ده كده، تمام. يعني دي حركة الكاميرا. طب تعالوا نروح Alt W، تمام، تعالوا نغير بس نقطة الهدف بتاعت الكاميرا، تمام. يعني اي موفمنت بالشكل ده كده. طيب مثلا لو انا هاجي في المسقط فرونت، وهحط هنا وليكن لايت ستاندرد لايت، هحطه في الحتة دي، وتوب اتأكد بس ان هو مظبوط مكان ما انا عايز، وفرونت تمام مفيش فيه مشكلة. ده مثلا لايت برسبكتيف كاميرا، عملنا ريندر ماشي. لو احنا عملنا كاست شادو لللايت ده، ريتريست، طبعا مفيش هنا اضاءة عامة ومش هنحطها، انا مش محتاجين اصلا الاضاءة دي في اي حاجة، انا هعمل اصلا اوف لي اللايت ده. طيب شكلها كده، هنحط اضاءة، ادي الفرونت وادي مصدر اضاءة، تمام.
نرجع للكاميرا، تمام بالشكل ده. نيجي على الهيلبر ونقول له ريندر عشان يطلعها لي بالمنظر ده كده. هروح على البرسبكتيف، شيل واحد منهم، خلي ده كفاية في النص. هنقول له يوز النير والفار، عشان تبقى مظبوطة. ونخلي دي مثلا ولتكن 2 من 10 بالشكل ده كده. ثلاثة يعني مش موضوعنا اصلا موضوع الاضاءة، لكن اهو اتعرضنا له. طيب ده بالشكل ده كده. لو احنا بقى حابين ان احنا مثلا هنعمل مثلا هنا هيلبر لير تانية، لكن استخدامها هوريكم في ايه دلوقتي. نتك تي وليكن نحط الهيلبر لير كده، اف نطلعها فوق بالمنظر ده، سي طب بي برسبكتيف نشوفها ظهرت ولا لا. ظهرت لكن عايزة تتظبط شوية. تمام بالمنظر ده كده. يعني حاجة زي دي. هاخد الدايرة دي او هاخد الهيلبر واربطها بالدايرة، تمام. وعلى سبيل المثال الكاميرا اتحركت وقفت هنا مثلا، هاخد الدايرة دي تمام واحط اوتو كي، واخلي الدايرة دي مثلا تروح كده وتروح كده مثلا. يعني مجرد حركة بالكورة كده مثلا، وناخدها كده وكده. على فكرة بعمل حركة عشوائية بتنطبق زي ما تنطبق على الكورة دي، هتنطبق على اي موديل انت عايزه وعايز تعمل فيه الموضوع اللي احنا هنعمله دلوقتي. دي مجرد حركة سريعة بس بالبلوجن او عشان نشوف هنعمل ايه. بعد كده تعالوا نتكلم بقى من قائمة يوتيليتي ونشوف ماكس 2 اي. اولا دي الانديفيدجوال اكسبورت، وفي السين اكسبورت. انديفيدجوال اكسبورت بتعمل ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي الكاميرا دي بتلف في المشهد ده، وعايز هحط اليمنتس من الافتر، ومحتاج حركة الكاميرا معايا هناك في الافتر. هحط مثلا بارتيكولر، هحط فورما، هحط اي افكت 3D، بس طبعا عمري ما هعرف انزل الافكت الا اذا كان معايا حركة الكاميرا. طيب حركة الكاميرا هاخدها ازاي؟ عندك طريقتين. هروح لانديفيدجوال اكسبورت واضغط على كاميرا. اول حاجة هيقول لي الكاميرا سيتنجز بتاعتك هتبدأ من فريم كام وتنتهي لفريم كام. الفريم ريت بتاعك 29. الكاميرا وخلي بالك ان دي بتظهر في الكاميرا واللايتس كاميرا 1 ونوعها كذا. اكسبورت از ممكن اغير النوع لفري كام بدل تارجت كام. الجلوبال سيتنجز خلوا بالكو بتبقى دي مقفولة باي ديفولت، اضغط على الاف افتحها. قول له الفيرجن بتاع الافتر بتاعك وليكن مثلا CS4 CS5. البريسيتس
اختار اللي انت عايزه وليكن اتش دي في. تمام. the frame rate of this selection doesn't match the existing frame rate of your scene. continue. يعني بيقول لك ان الفريم ريت اللي انت شغال بيه مش ماتش مع الفريم ريت بتاع اللي انت اخترتها. عادي اعمل continue مفيش مشكله. هنا البيكسل ريتيو اللي هو الاسبكت بيكسل ريتيو هنا واحد، هي كده كده اصلا في الافتر واحد. السكيل اعملها اوتو تمام، والا انت هتحددها بايدك وخليها اوتو احسن. عندي هنا الاكسبورت فيلدز، هل شوف انت عايز تطلع ايه للكاميرا او من الكاميرا. هل البوزيشن اللي هو الموضع بتاع الكاميرا نفسها، جسم الكاميرا يعني، او البوينت اوف انترست اللي هو الهدف بتاع الكاميرا، الروتيشن، الفيلد اوف فيو اللي هو مدى الرؤيه بتاع الكاميرا، والفوكال ديستانس تمام اللي هو مسافه الرؤيه. بعد كده عندك حاجه من اتنين، يا اما بقول له سيف تو فايل، في الحاله دي بيسيفها لي كتكست فايل في الاحداثيات بتاعه الكاميرا اللي ممكن ان برنامج يقراها تاني زي الموكا زي البوجو زي السينما 4 دي يقرا الاحداثيات من تكست، طبعا عن طريق بلجن تمام اللي هو سي 4 دي 2 اي اي. على فكره البلجن ده برضو ممكن ياخد التكست اللي بتطلع دي، او الطريقه الاحسن سند تو كليب بورد. تمام، لو عملنا سند تو كليب بورد خلاص هو خد احداثيات الكاميرا في الحافظه. بعد كده افتح بقى الافتر وهنشوف هنعمل ايه هناك ب الاحداثيات دي. تمام، هنروح على كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، هنختار اتش دي في 1080 تمام، وبعدين نعمل اوكي. بعد كده نروح على لاير نيو كاميرا. تمام، قال لك ان مفيش لايرز 3 دي مفيش مشكله. لاير نيو سوليد، ونحط على السوليد دي تمام مثلا وليكن زي بارتيكولر، ماشي بالشكل ده العادي. طيب، طب افرض انا بحط ده في سين جايه من الماكس، ما عنديش احداثيات الكاميرا، انت دلوقتي واخدها في الكليب بورد. اللي انت هتعمله تك بيع الكاميرا، سيلكت البوزيشن، روح لإيديت بيست، اصبح كده. اسف في غلطه، شوف انا كنت واقف فين عشان كده اداني الكي فريمز فين. كنترول زد وارجع هنا واعمل تاني كنترول في. تمام، ادي البارتيكل او البارتيكولر بيلف معانا تمام مكان ما احنا بنلف. عايز الاحسن من كده كمان؟ ماشي، التك على الاي اللي هي البوينت اوف انترست، وروح على البارتيكولر اميتر تمام، واعمل نعمل فين 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 فين، ادي البوزيشن اهو، الت متاسف، الت كليك تمام، وناخد ده لبوزيشن او البوينت اوف انترست بتاع الكاميرا. خلوا بالكم انا خدت اكس وواي، فاضل الزد برضه الت كليك، وهاخد الزد برضه نفس القصه على البوينت اوف انترست بتاعه الكاميرا. كده انت ضمنت ان البارتيكولر تمام مش هيغيب عنك في الكاميرا. يعني لو انا عملت دي بوكس اقدر ان انا اكبر البارتيكولر بالشكل ده، واكبره بالشكل ده، واكبره بالشكل ده تمام، وابقى ضامن ان هو طبعا هنا ممكن ان انا اكبر، ممكن ازود ارفع العدد. طبعا ده اول فريم تمام. طيب عايز اعمل بري ران ميتا ايميجن اكستراز، واقوم قايل له بري ران مثلا وليكن ب 50% كتير قوي، 20 5 ماشي تمام بالشكل ده كده. طيب كده خدنا اكستراكت ل الكاميرا. طيب ننزل افتر نكمل. بعد كده عندي لير، اللير اللي هي دي، اللير اللي هي ده اهي الهيلبر لير. طيب تعالوا نعمل حاجه، تعالوا نروح هنا اهو لير نيو سوليد، ونخليها واخده لون تاني بالشكل ده كده، ونسحبها تحت البارتيكولر، و F4 نخليها 3D،
ونلفها بشيفت بالشكل ده كده، او نتك ار ونلفها 90 درجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو احنا عملنا لير هيقول لك الفريم من كذا لكذا، ونفس القصة الهيلبر نفس الموضوع بالظبط، لكن عندك بوزيشن اورينتيشن وهنحط سكيل كمان برضو سنت تو كليب بورد، ونروح للافتر تمام، وهقول له بيست. لو عملنا يو تمام الاقي بوزيشن روتيشن انكور بوينت تمام. طيب كنترول زد تمام، ونتك ار نرجع دي زيرو زي ما كانت، وبعدين نعمل كنترول في تمام. شفتوا اللي حصل ايه بقى؟ السوليد خدت نفس الاحداثيات بالظبط بتاعت الهيلبر اللي هناك. انا هشيل البارتيكولر عشان تشوفوها اهي، نفس الاحداثيات بالظبط، نفسها بالظبط تمام. لو احنا عملنا حتى حرف الاس ده سكيل نفس القصة تمام. يبقى انا اقدر ان انا اطلع سوليد من هنا، او اطلع الهيلبر لاير دي من هنا للافتر. طيب نيجي بعد كده لللايت. لو انا جبت لايت لاير نيو لايت بوينت واعمله اوكي بالشكل ده كده، طبعا بصوا بقى اللي حصل، مجرد ما انت شلت ال 3 دي الدنيا باظت. شفت؟ طيب اذا انا هعمل كنترول زد 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 تاني زد تمام. هتك اي عشان اقول له اكسبت لايتس بوف. ليه؟ عشان اللايت ما ياثرليش عليها، مش عايز اللايت ياثر عليها اصلا. اسف، هقول له layer new light تمام بالمنظر ده كده. طبعا انا مش شايفه لكن حالا هنشوفه. هنتك برضو AA control C control V، شفنا اللايت. اذا اللايت اصبح في البوينت اوف انترست بتاعت الكاميرا. طيب خلوا بالكو ان في لايت كان على التيبود ده على البراد ده، هتقول لي ده لازمته ايه؟ هقول لك حالا. طيب كده ده لايت. طبعا اقدر هنا بقى باللايت ده ان انا احط مثلا اي حاجه، ممكن احط سوليد واحط على السوليد دي الاوبتيكال فليرز تمام. مشكلة الاوبتيكال فليرز ان بيقول لك لو انت قلت له هنا تراك لايتس تمام، هيقول لك لايت ستارتز ويز اي بي سي دي، يعني فرض عليك شوية حروف بس تمام. طبعا على ما خدها هنقول له اون ترانسبيرنت، و تمام هنخلي طبعا ال دي مثلا ب 30 ودي ب 40، يعني كده احنا حطينا اوبتيكال فليرز من الافتر في حاجه جايه من الماكس. طيب ايه بعد كده اللي ممكن يتم؟ لو احنا جينا بعد كده برضو هنلاقي لايت نفس الموضوع بالظبط، مفيش فيه اي اختلاف. في عندي حاجه اسمها سيلكتد تمام، في عندي حاجه اسمها خلي بالكو لو انت خدت بالك كويك اكسبورت اتفتحت بعد انت ما عملت اول اكسبورت، لو عملتها تاني بيحطها لك تاني في الحافظه تمام. طيب عندي بعد كده بقى اكسبورت سين وامبورت سين تمام.
لو انا عملت اكسبورت سين بالشكل ده كده، هيقول لي الفريم ريت كالعاده كل الكلام ده مفيش فيه اي جديد، لكن النودز عندي هيلبر لير وعندي لايتس فوق كمان الريندر اللي هنا. لو انا عملت تمام اختار CS4 CS5، في عندك هنا اكسبورت تو فايل مش متنشطه. ليه مش متنشطه؟ لانك انت فوق لسه ما قلتلوش انت هتحذف، قصدي اسف، هتحط الملف فين. هقول له مثلا على الديسكتوب اكسبورت تو فايل، تمام. ننزل بقى نفتح واقول له فايل سكريبتس بي ال اي اف امبورت، واخد الملف من هنا اهو واقوم قايل له اوكي. لو خدت بالك هتلاقيه عمل لك انتايتلد كومبوزيشن، اتنين هيلبر لاير اللي انت اصلا عاملهم هناك. لو فتحت الانتايتلد تمام هتلاقيهم بالشكل ده كده. ده هو ده اللي موجود اصلا على مين؟ ده اللي موجود على التيبوت، ودي الهيلبر لاير اللي هناك. لو عملنا دبل كليك ورحنا دي هيلبر واحد ودي هيلبر لاير اتنين، تمام. دي هيلبر لاير واحد، ماشيين تكتي الاوباستي جاية 70% نعليها، ماشي بالشكل ده كده. طيب احنا هنا استفدنا ايه؟ اولا انت لو انت بقى المرة دي رندرت، مفروض ترندر رندر عادي خالص على فكرة عشان تبقى عارف، ترندر رندر عادي خالص وبعد كده تعمل اكسبورت سين. فايدتها انك انت خدت اللايتس وخدت الكاميرا وخدت الهيلبر لاير ده اهي اللي فوق، ده اهي اللي فوق الكورة دي تهمني قوي. طيب هنعمل بيهم ايه؟ واحدة اهي واحدة تحت واللايت اللي هو ده. اولا ده الامني واحد ده انا مش هخليه سبوت، انا هخليه بوينت لايت تمام بالمنظر ده كده، وهسميه ايه وليكن ايه ايه تمام. بعد كده هروح للاير نيو سوليد، بارتيكولر مثلا، تمام. بس المره دي مش هحطه على اللايت ده، هروح للاميتر برضه نفس القصه على فكره عشان تبقوا عارفين، هتاخد برضه البوينت اوف انترست تحطها مع البوزيشن، مش هعملها تاني يعني، احنا عملناها هيجي تالت مره دلوقتي تمام. هروح للاميتر هقول له مش بوينت، هقول له لاير، يعني خدها من لاير. اللاير اميتر بتاعتك هتبقى هيلبر هيلبر 2 هيلبر 2. لو احنا عملنا كده بصوا كده، بصوا البارتكلز بتخرج فين تمام. ممكن تعملها دايركشنال هيلبر هي هيلبر 2 تمام، وخرجت بنفس لون البارتكلز، اسف بنفس لون اللاير تمام بالشكل ده كده. لو خليتها هيلبر واحد خلي بالك خارجة منين؟ خارجة من الارض بتاعة او اللي جاية من الماكس. طبعا تقدر انت بكل بساطة بقى انك انت تقول له في البارتكلز تمام ممكن نخليها ممكن ستريكلت، ممكن نرفع الحجم نعمل راندومايزيشن تمام، اوباسيتي تبقى مثلا ولتكن 10
الحجم يكبر شوية يعني بالمنظر ده كده. ممكن هي هيلبر كام؟ هيلبر واحد. ايوه هيلبر واحد. هيلبر واحد. ممكن نغير اللون بتاعها، نخليها ولتكن كده مثلا، ماشي بالشكل ده. اصبح كده انت عملت كأن دخان طالع من الارض، وكل ده انت جايبه من الماكس. بالمناسبة يا جماعة، البلوجن بلوجن جميل جدا وقوي جدا، هنستخدمه كتير او هتستخدموه كتير في الشغل. اتمنى ان يكون البلوجن واضح، تقدر انك انت طبعا لو انت بتعمل طيارة مثلا وعايز في دخان طالع من الديل بتاعها، هتحط هيلبر لير على او عند النفاث بتاع الطيارة، تمام، وتعمل له زي ما احنا عملنا هنا سيلكت اند لينك بجسم الطيارة، وتعمل انيميشن بتاعك عادي جدا، وتعمل ريندر. خلي بالك انا بقول ريندر للفيلم بتاعك او السين بتاعتك، وبعد كده ترجع تاني تقول له ماكس 2 اي وتطلع الهيلبر لير. هيبقى عندك اتنين لير، وكده كده دي واخده نفس الانيميشن بتاعت الديل.